هي أنا كنت الزوجة الثانية والملك كان تزوج مرتين، ما كانت الزوجة الأولى بتضل عالية وما بيتغير شيء حتى لو تزوج مرة تانية. قولي لها لكنتك راني إنه ما رح تنزل قيمتها، وهي أنتي لا تنسي كمان إنك أنتي مثال على هالشي. جلالتك بدك يعني إني أقنع كنتي إنها توافق وتخلي زوجها يعمل اللي بده إياه من دون ما تحكي شي؟ بس لأنه هو ابن الملك ومن حقه كل شي. تعرفي حكيك صح، الزوجة لازم تتنازل عن كل حياتها وتعيش طول عمرها بعذاب بس لأنها كنت العيلة الملكية، ولازم تضل مع زوجها يلي تخلى عنها مشان وحدة تانية، لأنه بس هي ما فيها تقول لا. مستحيل خلي كنتي ترضى بهالشي. تعرفي ليش جلالتك؟ لأنه ما بتمنى حدا يعيش مثلي، وأنا رح أكون واقفة جنبها لو بيكون آخر يوم بعمري. مستحيل أعمل هيك شي. عن جد؟ ما كنت بعرف من قبل إنه حياتك تعيسة معي كل هالقد. لو كنت بعرف كنت خنقتك وريحتك من هالعذاب. بتروحي وبتعملي اللي بقلك عليه وبس، فهمتي؟ ولا أرجع أدلك شو حكيت؟ بتروحي بتفهميها لكنتك منيح إنه نحنا ما عنا حدا يقول لا أبوشنا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.